FM. الكل ملك. هي قبلت مع الحبيب السيد كان ذكر بوزير فقط. اي ولكن وبالتالي مش غريب اليوم انا تقبل بزوز وزراء وسياسة النهضة اليوم انه اعطيني ابعد على مجال المسؤولية. هي تعتبر أن قبولها أقل ممكن عدد معناه من الوزراء يخليها تبعد على المسؤولية وهذا مش صحيح. في المشاورات وقت اللي غادرت يعني والله ما عندهم الكر والفر وعندهم حيد يسخن وحيد يبرد النهضة ونعرفوها السياسة هذه قديمة نتاعها وازدواجية الخطاب ويخرج عبد الكريم الهاروني يقول نحن عنا تحفظات تخرج مدام محرزية تقول لا ما عناش تحفظات ويخرج الشيخ يقول لا نحن موافقين ونحن سندعم هذا مستنسين به هذا معه الخدمة يخدموا به للأسف شديد هما قاعدين يأزموا معناه في الوضع في بلادنا. كابافان الكل ملك.